طير يا شيخ منزل لي ياسين حمزه اكبر طباخ. قسم بالله بحاره ما يلعب المولد. مشكله في اللعيبه. لعيبه الاتحاد ما يبغوا الفوز. ترى نفسك انا وين تلعب ضد الاتحاد ترى؟ بالله ياسين لاعب هذا بالله لاعب. راح مهاجم في الدوري خمسه اهداف. ايش قله الحياه ذي؟ عمر الهلال ما قد فاز علينا بالرجال. بس ما في رجال في الملعب قسم. الاتحاد سيء سيء جدا. بدنا صار مو لاعب. وعكاش هذا لازم يتغير. يا ابوي الهلال اليوم يلعب على الحكم دافع على الحكم يستقبل الحكم من المطار الاسباني. تحكيم على تحكيم. لا هذا حكم جايبينه. لا هذا حكم فلوس في فلوس. رب تشيل دوري 10 دوري كمان. انا ما اقول شيء في الحكم. اللعيبه ما لعبوا حكم ورب الحكم خبص طم المباراه ورب اللعيبه سيئين. الحكم ما في شيء. اللعيبه سيئين.